يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا. واكيد النهارده برضو كالعاده عندنا مواضيع كتيره جدا مهمه تهمنا هنتكلم فيها. اكيد اولها هيكون لقاء الامس اللي انتهى بتعادل غير مرضي بكل الاشكال لجماهير النادي الاهلي، لانه تعادل بيحمل طعم وبين قوسين كده وبالتالي مراره الهزيمه. يعني هنتكلم اكيد في هذا الامر وفي غيره من الموضوعات، بس انتوا تابعونا وان شاء الله تجدوا ما يسركم. صباح الفل عليك يا صباح الخير كريم. طبعا كان نفسنا نقول صباح النصر لكن مش هنقولها، مش هنقولها لان احنا لا نستحقها الصراحه زي ما كريم كان بيتكلم وزي ما كلنا شعرنا امبارح. يعني مش هنقعد نخبي او هنقعد نجمل الواقع، لا امبارح كان الوضع غريب جدا. ايه كم الفرص اللي راحت دي؟ حاجه مش مفهومه خالص. انتوا كنتوا بتلعبوا بطريقه كويسه جدا، كنتوا بتلعبوا بطريقه حماسيه كويسه جدا، لكن يعني مش معقول كم الفرص الضايعه. على الشق الثاني احنا اصلا بدينا الدوري والاهلي كان في تفاؤل كبير جدا وقلنا خلاص احنا هنعوض اللي حصل الموسم اللي فات، وناس كانت متفائله جدا. بعد كده المستوى لا ما بقاش زي الاول تماما. وما اقدرش ابدا ابدا انا او غيري نلوم دلوقتي يعني سواريش. ما في، مش وارد ان انت اصلا تجيب اسم المدير الفني، لان برضو امبارح يقول لك شفته انا قلت ان هو اختيار مش عارف ايه. ناس ابتدت من دلوقتي طبيعي كان متوقع. فمعلش لما نيجي نتكلم او نحلل لازم يبقى في التوقيت حتى السليم نعرف بنقول ايه، لان ده توقيت غير سليم تماما ان حضرتك تنتقد مدير فني لان هو لسه ما شافش حاجه، ما عملش حاجه. فالمشكله دلوقتي لو هنلوم حد او هيبقى في علامه استفهام هو على اللعيبه. هي ليه الفاينل تاتش بتاعتنا عامله كده؟ هي ليه الفرص بتحصل كده؟ مره عشان الجمله دي، عشان انت بقالك فتره طويله دايما يعني خلاص بقت مقترنه عندي الجمله دي بيك انت شخصيا. الفاينل تاتش، الفاينل تاتش. امبارح كان عندنا مشكله كبيره في هذا الاطار، يعني استحواذ واستحوذنا هجمات وهجمات تسديده على المرمى، يعني حلو 22 مره. الفعاليه بقى فين؟ يعني الفاينل تاتش فعلا، اللمسات النهائيه اللي بينتج عنها اهداف. ما هو الهدف مش هيجي بس بمجرد هجوم، لا لازم يكون هجوم وحتى لو كان منظم زي ما شفنا في كتير من احداث اللقاء امبارح، ولكن في الاخر الفعاليه مش بتترجم في صوره اهداف. ليه؟ ادينا هنحاول نفهم مع بعض يعني. لا بس الجونه على الصعيد الاخر عشان برضو الحق يقال، لا هو لعب كويس. التعادل هو حقق تعادل او تعادلات كتيره مع الاهلي وسيراميكا وكان البنك الاهلي وطلاع الجيش حسب ما انا متذكره، فهو تعادل يعني في ماتشات كتيره جدا. لكن ما اقدرش برضه اقول امبارح ان هو ما لعبش كويس، هو لعب كويس بصراحه. تكتلات دفاعيه كويسه جدا، احنا اللي ضيعنا فرص كتيره جدا. على كل حال هنتكلم في كل ده، بس خلينا نبدا مع حضراتكم زي ما كنا بنقول. هتكون معانا فقره اولى الدكتوره وفاء موسى المحكمه الدوليه لرفع الاثقال، ومثال او نموذج نسائي برضو من النماذج الناجحه في مجتمعاتنا واللي البعض بيشوفها غير مالوفه. لما تيجي تقول محكمه ورفع اثقال او حكمه ورفع اثقال، فلا يعني شخصيا نحب نتعرف عليها اكتر طبعا ونعرف الكواليس كمان وراء هذه القصه. الفقره الثانيه كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق هيكون معانا عشان نحاول نفهم اللي حصل ونفهم اللي هيحصل. يعني لازم نفهم احنا ماشيين كده ازاي، لان بجد لو حصل تاني اي اخفاق لاي بطوله معززه عند النادي الاهلي اعتقد ده هيبقى شيء غير مرضي تماما للجماهير. وانا بتكلم غلط؟ لا طبعا اكيد، وخصوصا مساله نزيف النقاط دي من الحاجات اللي بتستفز قوي جماهير النادي الاهلي وخصوصا بعد الموسم اللي فات. يعني انا اللي افهمه اللي بيبقى فيه مثلا ما فيش توفيق في وقت من الاوقات مفهومه، في حاجات قدريه كده ما فيش فيها مساحه للكلام، لكن لما نلاقي ان في مشكله ليها علاقه مثلا بغياب الروح يبقى لا لازم نقف ونتكلم في الموضوع ده. يعني طبعا يعني اكيد هنسمع كلام كتير جدا اليومين دول بعد التعادل الغير مرضي خارج الديار مع جونه، وبالتالي ضياع نقطتين في سباق المنافسه على استعاده درع وبطوله الدوري العام، اللقب المحبب لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. طبعا عارفين كلنا ان في حاله اجهاد بدني كبيره وواضحه بيمر بيها كل لعيبه الفريق، ومدركين ومقدرين كمان كويس جدا هذا الامر، وكمان عارفين ان اي مدير فني في الدنيا طالما هو مدير فني جديد فده معناه انه لازم ياخد وقته عشان يعني يحفظ كل تفاصيل الحدوته من اول شكل ونظام المسابقه ذات نفسها لغايه كل لاعب بامكانياته، ايه المميز فيه، ايه الضعيف اللي فيه، يعني عنده في الفريق. احنا عارفين ان الجماهير حافظه الكلام ده وبنردده كتير، لكن المشكله ما بقتش هنا. مساله خساره نقطه او نقطتين ما هياش نهايه الدنيا، فاهمين، ولا عمرنا هنتحاسب مع اللعيبه بالقطعه، مدركين، ولكن المشكله في الروح الغايبه
الروح اللي فعلا بتفرق كتير جدا وبتغير مجريات الامور 180 درجه لما بتكون حاضره، وخصوصا لما تكون حاضره بقوه. عموما احنا لعبنا لغايه دلوقتي 21 مباراه من 23 مباراه لعبهم المنافسين، عندنا 45 نقطه مقابل 51 نقطه للزمالك و49 نقطه لبيراميدز بصفتهم طبعا اول وثاني المجموعه اول وثاني الدوري حتى هذه اللحظه. لسه عندنا ماتشين مؤجلين، يعني في حاله اننا نكسبهم هنكون اول الدوري بفارق الاهداف. طيب يعني ايه اللي احنا عايزينه بقى الفتره الجايه؟ اكيد عايزين نبقى على قدر حجم التحديات اللي موجوده واللي لسه هتواجهنا الفتره اللي جايه، ولابد من تدارك كل الاخطاء وبسرعه شديده جدا عشان نرجع نتصدر ترتيب الدوري. احنا لسه عندنا لقاءات مع فيوتشر وبيراميدز وكمان الزمالك، يعني الشهر ده مبدئيا كده عندنا الثلاث لقاءات دول سواء في الدوري او في الكاس، ف يعني مش هينفع الوضع يبقى على ما هو عليه. لا مش هينفع، احنا مش موافقين. لانه ما يصحش كده. ما يصحش والله فعلا. وامبارح كان في برضه سوء حظ بشكل كبير، لو احنا كنا او لو احنا هنقول ان الكور او كره القدم فيها حظ يعني. امبارح العارضه راسيه صلاح محسن والعارضه كانت غريبه جدا، يعني كان في كور بصراحه، عارف اللي هو بجد انا حسيت ان هي بتقول للعيبه دخلني جول بقى دخلني جول وما فيش، ما بتحصلش. على كل حال رصيد الاهلي دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ارتفع ليه 45 نقطه، والجونه حاليا 22، ده كده المجمل. لكن امبارح فعلا هنرجع نقول تاني، يعني كان في على فكره تاني هقول كان في سيطره الى حد كبير على مجريات الاحداث او احداث المباراه، كان في لعب كويس، ولكن ما كانش في توفيق تماما في الفينال او اللمسات الاخيره. ده اللي نقدر نقوله بعنوان ماتش امبارح يا كريم، واللي هي مش اول مره برضو نتكلم فيها، يعني احنا اتكلمنا كذا ماتش قبل كده. قلنا اصلا لو انت فاكر قبل كده كان في مباراه الاهلي بس مش فاكر كانت مع مين وقتها، لما قلنا عنوانها الفرص الضائعه. ايوه كان مين وانا مش فاكر اني ماتش فعلا، بس احنا فعلا قلنا ده في حلقه من الحلقات. وبعدين الكلام ده بيبتدي يفقد معناه بقى كمان لما تكون داخل في لقاء او في مباراه مع فريق طبعا كل التقدير والاحترام لفريق الجونه وكل الفرق اللي بيلعبها النادي الاهلي، ولكن احنا بنتكلم على فريق وضعه في الدوري يعني ما يقولش ان احنا هنشوف مباراه معاه بالشكل ده. يعني الترتيب العام للجونه ما يخليناش نشوف ماتش امبارح بالطريقه اللي شفناها دي، يعني احنا بنتكلم على فريق اقصى حاجه حققها في وقت من الاوقات كانت التاسع مثلا في ترتيب الدوري، والكلام ده من كذا سنه كمان. فاحنا عندنا لعيبه المفروض ان اسمائها لوحدها تخض، ناهيكم عن الاداء اللي المفروض يادوه. فيعني على كل الاحوال اكيد في الفقره الحواريه يعني النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا هنتكلم بالتفاصيل في هذا الامر. تعالوا بقى نروح للجانب المشرق في الحدوته. ملف منفصل تماما ولكنه ملف مضيء. انهت البعثه المصريه المشاركه في دوره العاب البحر المتوسط المقامه طبعا في مدينه وهران الجزائريه، انهت منافساتها بالامس بعد انتهاء البطوله وحصدت اجمالي 50 ميداليه بواقع 13 ميداليه ذهب 14 ميداليه فضيه و23 ميداليه برونزيه في مسابقات رياضيه مختلفه. جاءت مصر في المركز السادس في ترتيب الدول المشاركه خلف كل من ايطاليا بإجمالي 159 ميدالية، تركيا 108 ميدالية، فرنسا 81، الجزائر 53، أسبانيا 64 ميدالية. وإن شاء الله يعني هيضمن أو هتضمن بعثة منتخب مصر ميدالية فضية أو يا رب ذهبية عندما يلتقي منتخب مصر لكرة اليد النهاردة إن شاء الله بنظيره الإسباني في نهائي منافسات بطولة كرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022. كويس جدا، كل التوفيق ليهم وفخورين بيهم اكيد، يعني بكل ما حققوه لحد هذه اللحظه. خلينا ننتقل بعد كده لملف اخر، ولجنه الطفل بالنادي الاهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنه العليا للجان وطبعا تحت اشراف الاداره التنفيذيه، نظموا يوم كان حلو جدا ضمن احتفاليات بقى عيد الاضحى المبارك. طبعا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه واحنا طيبين. على فكره صحيح احنا مش هنبقى متواجدين الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يا رب بس كل يعدي عيد سعيد. يعني الواحد والله اوقات بقول ما نغير كل سنه واحنا طيبين، نقول كل سنه واحنا سعداء، كل سنه واحنا مليارديرات، كل سنه واحنا محققين اللي عايزينه مع طيبين، يعني هنبقى طيبين بس عايزين حاجات مع الطيبه. ربك يبعت، الدنيا تمشي كده اكتر عشان نعرف نعايد ونصيد. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. احنا
النهارده بنحتفل بمناسبه عيد الاضحى، وجايبين الحمد لله برنامج للاطفال لطيف، شيخ من الازهر بيعرف الولاد ايه سبب الاحتفال بالمناسبه، ومعاها شعراء رايس، وكمان بنحتفل بنطبق بقى اللي هم بيسمعوه، رسم بقى ورشه بقى فيه رسم على الورق وقص ولزق، ونتمنى ان الولاد يحتفلوا بقى ويتبسطوا معانا ان شاء الله ويعرفوا الشعائر بتاعتنا. هو احنا دايما في اللجنه عندنا بيبقى في مناسبات كده مرتبطه بالاسره وبالمجتمع وكله، فبنهتم بيها قوي، زي شم النسيم كده ما احنا اهتمينا بيه وعملنا 3 ورش تفاعليه مع الاطفال. النهارده برده كان عندنا مناسبه عيد الاضحى المبارك، فعملنا خطه للثلاث فروع، فكان عندنا النهارده اول يوم في مدينه نصر عملنا حاجه اسمها ورشه تفاعليه. الورشه التفاعليه عباره ان احنا جايبين مدرس لغه عربيه، مدرس دين، ومعانا حد عروسه ماريونات، بنعرف نوصل الولاد المعلومه بس عن طريق ان احنا بنديهم تفاعل معاهم عن طريق حاجه هم حابينها وعايزين يسمعوها. الحقيقه احنا في الثلاث فروع عاملين كل يوم حاجه مختلفه، فالنهارده قلنا ندي الندوه مع ورشه رسم وتلوين يعني ايه هو عيد الاضحى المبارك، بحيث ان الحاجه ما احنا بنقولها بترسخ في عقل الطفل ويبدا يطبقها بعد كده ويبدا يبقى عارفها، واحنا كمان نكون احنا اثرنا في حاجه عند الطفل وساعدنا الاسره ان احنا نوصل لهم معلومه هم حابين يوصلوها للطفل، بس بيوصلها عن طريق المشاركه الموجوده مع الاطفال زيهم. والله هي اللجنه العليا للجان ما بتسيبش مناسبه في النادي الاهلي ما لازم تشارك الاطفال فيها، ولازم تخلي روح المشاركه للاطفال كلها موجوده فيها. طبعا النهارده عندنا مناسبه عيد الاضحى، فبنعرف الولاد ايه اللي المفروض، ايه عيد الاضحى عباره عن ايه، ومفروض ايه السنن بتاعته، وبنحاول نعلمهم على قد ما نقدر، يبقى جزء ترفيهي وجزء ديني في نفس الوقت. اليوم بيبدا بالاطفال بيسمعوا ندوه عن موضوع الاضحيه من قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، وبيحصل محاكاه بين الاطفال والشيخ اللي لجنه الطفل جايباه، وبعد كده هيبقى في ورشه للتلوين بعض الرسومات عن الخاصه بعيد الاضحى زي الخروف، البالونات، المظاهر عموما اللي هي المبهجه بتاعت عيد الاضحى. لا والله تفاعل الاطفال اكتر ما كنا متصورين، احنا عارفين اليومين دول صيام وحر، بس احنا من اول ما نزلنا اعلان الايفنت دوت الاطفال بسم الله ما شاء الله الايفنت اتملا، وبقى اكتر كمان ما كنا متصورين، وشايفين الاطفال متفاعلين من الشيخ وبيجاوبوا، لا التفاعل كويس الحمد لله. كان حلو قوي، كنا ودونا الورق عشان نلون فيه، ودونا محاضره على الشيخ، كان كويس جدا وبيدي معلومات مهمه، وهو اصلا يعني انا سمعت الصوت وكان عجبني، وهو دلوقتي بيكبر حاجة حلوة وبيعلم الأطفال حاجة كويسة. التفاصيل بقى هتمدنا بيها مشكورة الأستاذة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا فندم صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. طيب احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك كده مبدئيا، لان احنا طبعا زي ما اكيد حضرتك عارفه كل سنه وانت طيبه واهل بيتك طيبين، داخلين على عيد واجازات وسفريات وحاجات زي كده، فحاله الطقس المتوقعه مبدئيا كده ان شاء الله كام يوم الجايين والاسبوع كمان بتاع العيد ان شاء الله، متوقع الجو يكون عامل ازاي؟ طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين والجميع بخير يا رب. هو احنا طبعا يعني كلنا مستشعرين طبعا ارتفاع درجات الحراره اللي بنشهده من بدايه هذا الاسبوع، وده اللي متوقع يكمل معانا كمان نهايات الاسبوع وكمان بدايه الاسبوع المقبل اللي بتوافق طبعا مع بدايه عيد الاضحى المبارك، هيكون في ارتفاع في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 36 وال 37 درجه مئويه، ده تحديدا لحد يوم الاحد اللي جاي. الاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار، بالاضافه كمان ان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ده بيعمل على زياده نسب الرطوبه خلال فترات النهار، وايضا خلال فترات نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو هي اللي بتخلينا نحس بشكل كبير بارتفاع درجات الحراره طبعا. بتخلي درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه بتوصل ل 40 درجه مئويه، دي طبعا المحسوسه، لان ال 36 وال 37 دي درجه الحراره المحسوسه في الظل، لكن المحسوسه طبعا بسبب نسب الرطوبه العاليه بتبقى اعلى من كده، وزي ما بنقول ده اللي مكمل معانا لنهايات هذا الاسبوع ويوم السبت والحد الجايين.
لكن اعتبارا من يوم الاثنين ان شاء الله تبدا درجات الحراره تنخفض انخفاض طفيف، هتبقى على 35 درجه مئويه، نرجع للمعدلات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها ان شاء الله في فصل الصيف، هتكمل معانا لنهايات يعني من يوم الاثنين لحد نهايه الاسبوع المقبل باذن الله. المناطق الساحليه طبعا بتكون اقل درجات حراره، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، متوسط درجات الحراره فيها هتراوح ما بين ال 30 وال 31 درجه مئويه، الاجواء معاها اجواء حاره راكبه فتره النهار معتدله تماما خلال فترات الليل، وخاصه ان احنا في الايام القادمه باذن الله هنلاحظ وجود نشاط لرياح فترات المساء وفترات الليل، هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، فبالتالي هنحس باعتدال الاجواء خلال فترات الليل تحديدا. تمام. طيب برضو نظرا لكثره السفريات المتوقعه بما اننا في ايام اعياد، هل في اي مثلا توجيهات معينه تحبي حضرتك يعني توجهيها للناس فيما يتعلق بالسفر في الساعات المبكره من النهار؟ انا اقصد لو في شبوره مثلا، حاجات زي كده. هو بالفعل في شبوره مائيه خفيفه بتتكون على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى سواحلنا الشماليه والقاهره الكبرى، لكن هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور، بتاثر في انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، اكيد هنخلي بالنا منها كلنا والقياده تبقى بهدوء تام معاها، لكن مهم كمان واحنا موجودين في المناطق الساحليه او حتى موجودين في القاهره الكبرى نخلي بالنا من فتره الظهيره وتجنب اشعه الشمس، دايما نتجنب اشعه الشمس المباشره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، مهم جدا بقدر الامكان لو انا على الشط يبقى دايما تحت الشمسيه ونستخدم طبعا وقي شمسي، لو انا في الشارع عامه يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسيه او كاب، ابقى بحاول بقدر الامكان ان ابقى موجود في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، بالاضافه كمان ان احنا بقدر الامكان نرتدي ملابس فاتحه اللون قطنيه، ده مش هيساعد على امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي مش هحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، وان شاء الله تبقى اجازه سعيده جدا. علينا جميعا يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتينا يا فندم، شكرا لك. ما تقوليش ان الارشادات دي هتتبع. انسي الناس من 12 دور هتلاقي الناس متمصمره على الميت. انت ما بتتعرضش للشمس، ده اكتر وقت هنتعرض فيه الشمس، ده وقت بس البحر ضربات يعني. الشمس صعب فعلا هتسافر. يعني ربنا يعني فعلا ماشي يعدي. بس يعني ما متوقع، فاهم قصدي؟ بس هي النقطه بس ان ايه، لو فعلا في يعني رطوبه او حاجات زي كده هي دي اغتت حاجه. صحيح. يعني لا، لكن غير كده حسسك بالحراره اكتر، لكن غير كده انا اشك ان ما فيش حد هينزل او يتعرض للشمس، يعني ده هيبقى واقع، عشان بس ما نطلعش نقول حاجات مش احنا نفسنا هنعمل كده، ده الناس هتبقى رايحه تصيف بعنف. يعني جاي الاجازه دي جايه بعد شوقه، بحب الصيف كتير جدا. اللي انا اكتشفته بقى يعني كتير جدا. ف خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل لحضراتكم. طيب برحب بحضراتكم اكيد انا وكريم مره ثانيه. خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معانا سالة حامد مراسلتنا العزيزه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالة بونجور، صباح الخير، سامعينك وعايزين نعرف منك اخر الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجه يعني اقول لك يا نهاوند واقول لك يا كريم كل سنه وانتم طيبين طبعا، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري بخير وبسعادة طبعا بسبب حلول عيد الأضحى المبارك، خلاص يعني بعد كام يوم، فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير وسعادة. خليني بقى أرجع وأتكلم شوية عن أخبار النادي الأهلي وأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، واللي بعد مباراة أمس يعني قرر أنه جميع لاعبي النادي الأهلي ياخدوا راحة من التدريبات النهاردة، وإن شاء الله هيعودوا للتدريبات الجماعية الايام القادمه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه في بطوله الدوري، وهي اللي هتكون امام فيوتشر يوم الثلاث القادم اللي هيكون يوم 12 من الشهر الجاري، وهتقام المباراه دي على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 9 مساء، ودي هتكون المباراه في الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان بالنسبه للالعاب الاخرى، ويمكن الفتره الماضيه انا هواندو كريم او الايام الماضيه امبارح واول امبارح يعني كل الاجهزه الفنيه اجتمعت مع اللاعبين
في جميع الالعاب، سواء يعني لعبه كره اليد او لعبه كره السله او الكره الطايره، يعني جميع الفرق الاولى. يمكن كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي وكلمهم عن يعني المشاركه في بطوله العربيه لكره السله سيدات في شهر سبتمبر كلمهم عن المشاركه دي، وكلم كمان عن ان فتره الاعداد هتبتدي ان شاء الله بعد اجازه عيد الاضحى. ده كمان بالنسبه لجميع الفرق الاخرى. يعني كابتن ميدو مصلحي اجتمع مع لاعبي النادي الاهلي للعبه كره الطايره رجال، وكمان الكابتن حمدي الصافي اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي للعبه الكره الطايره، وكمان الكابتن محمد عادل اجتمع مع لاعبات النادي الاهلي لكره اليد. يعني جميع الاجهزه الفنيه اجتمعت مع جميع اللاعبين واللاعبات عشان يتكلموا عن فتره الاعداد، وانه خلاص يعني الموسم ان شاء الله هيبتدي في شهر سبتمبر وشهر اكتوبر الجايين، يعني يعني خلاص الوقت ضيق جدا، فلازم يبتدوا فتره الاعداد. فان شاء الله يعني جميع الفرق الرياضيه هتبتدي التدريبات بعد اجازه عيد الاضحى المبارك. كمان النهارده ان شاء الله يعني النادي الاهلي هيستضيف مباراه على ملاعب التنس الارضي، مباراه الاهلي والزمالك لمرحله ال 12 سنه الناشئات، يعني ناشئات النادي الاهلي ونادي الزمالك ان شاء الله النهارده عندهم مباراه في الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام للانديه 2022، والمباراه دي هتقام على ملاعب النادي الاهلي التنس الارضي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وان شاء الله المباراه النهارده هتبتدي الساعه 4:30 بعد العصر. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، يعني خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم ولكل اعضاء النادي الاهلي انه النهارده ان شاء الله لجنه الطفل تحت رئاسه الاستاذه نداء داوود هتنظم النهارده يوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يمكن امبارح نظموا نفس اليوم ده في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، النهارده ان شاء الله هيكون في الشيخ زايد وبكره في الجزيره الساعه 7 بالليل، وده هيكون يوم يعني بمناسبه عيد الاضحى المبارك احتفال بالعيد الاضحى لكل اعضاء وعضوات النادي الاهلي وكمان الاطفال. هيكون في العديد من الانشطه زي الورش، يعني كمان هيكون في ندوه تعريفيه عن ايه هو عيد الاضحى للاطفال عشان يعرفوا اكتر معلومات اكتر عن عيد الاضحى، ويعني بيعملوا ايه بقى في الاجازه ويعملوا ايه في يوم عرفه. فكل ده هيكون موجود ان شاء الله النهارده في الشيخ زايد وبكره هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده انا هوند وكريم بالنسبه للنادي الاهلي والأنشطة طبعا الخاصة باللجان وطبعا الفريق الأول لكرة القدم. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، كلمة ليك أنا هون طبعا، تفضل. نشكرك جدا على هذه التغطية زميلتنا العزيزة جدا سالة حامد. واضح وراها أن الباك جراوند يعني بيديك كده مش عارفة، حاسة أن الجو مش حر قوي في يعني دلوقتي، يمكن كمان أول ما نزلت الصبح في الساعات الأولى من صباح النهاردة ما كانش فيه شمس قوية، بس معرفش بقى طبعا أكيد على نص اليوم هيبقى فيه، بس يعني لحد دلوقتي واضح أن الجو كويس. خلينا بقى ننتقل بعد كده مع حضراتكم وبعض الأخبار الهامة، وخلينا نروح تحديدا لباريس سان جيرمان، لأن باريس سان جيرمان أعلن خلاص طبعا عن رسميا، هنا ناس كتيرة كانت بتتكلم، أعلن رسميا عن تعاقده مع كريستوف غالتييه. وعايز أقول لحضراتكم كريستوف غالتييه ده طبعا تولي المهمة الفنية للفريق خلفا للمقال ماريسيو باتشينتو اللي تمت إقالته ليه بقى بعد موسم ونص من تولي تدريب الفريق اللي هو قدم فيه مش النتائج الأفضل، مش اللي كان متوقع طبعا من الجماهير. وباريس سان جيرمان من النوادي اللي بيتقال عليها بيتصرف عليها كتير جدا، يعني من النوادي اللي رأس المال فيها موجود بشكل كبير جدا، فعشان كده ما كانش فيه رضا لا من قبل الإدارة ولا من قبل الجماهير على هذا الأداء، فحصل هذا التغيير. ناس كتيرة كانت كاتبة أو معلقة على يعني كريستوف بيقول لك متفائلين بوجوده وبانضمامه لباريس سان جيرمان، هيبان طبعا الفترة اللي جاية. ما أنا من الناس اللي يا كريم ما بحبش أحكم من الأول، يعني لازم أنت تشوف حتى لو كان السي في، غير طبعا في بعض الأسماء اللي لا يمكن يبقى فيها أو عليها جدال، لكن برضو مش عايزين نحكم من دلوقتي، بس خلينا نشوف، لان باريس سان جيرمان من النوادي بصراحه اللي تستحق ان هي تكون في المقدمه، يعني لان انت عندك المال، عندك الاسماء، عندك اللعيبه، عندك الاداره، عندك الميزانيه، عندك كل حاجه تقريبا. دول مش بس يستحقوا يكونوا في المقدمه، دول المفروض ان ما يصحش ان هم ما يكونوش في المقدمه. يعني ده عندهم كتيبه، يعني حاجه صعب جدا. المفروض كنا يعني نشوف نتيجه بقى طبعا الصفقات الخياليه والاسطوريه اللي عملها الفريق ده،
تخيلنا كلنا اننا هنسعد باداء استثنائي وهنتفرج على نتائج مبهره وماتشات ضرب نار، ما حصلش حاجه من الكلام ده كله، يعني شيء عجيب جدا. على كل الاحوال برضو استكمالا بقى لكلامنا عن يعني كره القدم العالميه، عايزين نقول لكم ان اعلى النادي ميلان الايطالي تعاقده مع اللاعب البلجيكي ديفوك اوريجي قادما طبعا من فريق ليفربول الانجليزي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه في صيف 2022، والمفروض ان عقده ده هيستمر لغايه 26 ان شاء الله لغايه 2026. خضع اللاعب للفحوصات الطبيه بالفعل وانتقل الى ميلان في صفقه انتقال حر. عقده مع ليفربول انتهى بالفعل يوم 30 يونيو الماضي، وعايزين نقول لكم ان اعلن النادي الانجليزي عن رحيله بالفعل عن صفوف الفريق وبشكل رسمي، واشارت الكثير من الصحف الى ان هذا اللاعب وقع على عقد مدته 4 أعوام مقابل راتب سنوي قد يصل الى 4 مليون يورو. تعالى بقى نروح لخبر آخر، وده مرتبط شوية بالكوفيد وعودة الكوفيد مرة تانية لحياتنا. يعني إحنا للأسف كنا معتقدين أن خلاص هذه الكارثة بتنتهي كل ما الوقت بيعدي، لكن واضح أن في مشكلة تانية، أو يعني واضح أن تأثيرها لسه لحد دلوقتي بشكل كمان كبير جدا. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعني أعلن إلغاء بطولة العالم لنصف الماراثون اللي كانت مفروض أن هي تقام في الصين اعتبارا من يوم 22 نوفمبر المقبل، خلاص اتلغت بسبب الوضع في الصين حاليا بسبب تفشي تاني أو عودة مرة تانية فيروس كورونا. فده الجديد بقى أن تاني يا كريم في الصين بداية بترجع تاني أو بيرجع تفشي هذا الوباء مرة أخرى، وربنا يستر وما يحصلش تاني بقى تكراره وانتشاره بشكل مكثف في العالم كله. هي بتبدأ من الصين، يعني بجد حاجة بقت صعبة جدا جدا جدا. عودة الحياة كنا كلنا منتظرينها، لكن كمان دلوقتي مش أصبح في عودة تاني أو تفشي تاني لهذا الفيروس، لا كان في بطولات بتلغى، فواضح إن يعني الموضوع لسه كبير. المشكلة بقى في كالعادة دايما في سلوكياتنا، والمشكلة كالعادة إن احنا بعد فترة من أي حاجة عموما تستجد في حياتنا بنتعود عليها وبنتأقلم معاها وبنتعامل معاها على إن هي واحدة من العيلة، يعني أمر مسلم بالذات عندنا. والله لا بنعمل حاجات عجيبه يا نهاوندو، بس في فتره من الفترات ان كانت الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي كانت غرقانه فيديوهات في عز بدايه موجه انتشار او انتشار موجه الكورونا في العالم. انا عن نفسي شفت شويه فيديوهات اقسم لك بالله تستحق الدراسه. ايه فيديوهات ايه؟ فيديوهات دي البعض مننا، مش هنقول الكتير مننا، بس على الاقل البعض مننا في عز ما كان يعني الفيروس منتشر، ناس بتتعامل على ان مفيش اي حاجه خالص، وتجمعات تلاقي واحتفالات تلاقي، ويعني وناس ما كانتش حتى بتلتزم بالحظر. يعني المشكله ساعات كتير بتكون فينا احنا، يعني ممكن يبقى في امر ما وحتى لو كان حدث جلل يعني استجد في حياتنا، لكن مش دايما بنحسن التعامل معاه، فهنا بتيجي المشكلة. طيب تعالوا بقى نروح لخبر تاني. الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم التي ستقام في قطر نوفمبر المقبل إن شاء الله، والجدير بذكر أن تتوفر تذاكر المباريات الواحدة في فئات الأسعار الأربعة، مع العلم بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين داخل قطر. أي مشجع يقدر يشتري لغاية 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، ولغاية 60 تذكرة كحد أقصى لكل مباريات البطولة، كما يمكنهم أيضا حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد أثناء دور المجموعات، وذلك وفقا لقواعد توافق المباريات، ويحق لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب القدرات المحدودة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب احنا مكملين في الخبر ده، لان احنا برضو بنتكلم عن منظمي بقى مونديال 2022 اللي اعلنوا ان دي هتكون اول بطولة خالية من انبعاثات الكربون المضر بالصحة. دي نقطة مهمة جدا على فكرة، من خلال نظام معين هم عاملينه للتبريد داخل الاستادات، فده اعتقد خالي من الكربون تماما زي ما حضراتكم هتشوفوا. كمان هم قالوا ان الطاقة المستخدمة في عملية التبريد جاية من مشروع الطاقة الشمسية، اعتقد دي بداية كويسة جدا، لان ملف المناخ طبعا وتغيير المناخ ده ملف في غاية الأهمية، ولازم من دلوقتي نبدأ والعالم كله يركز ان هو لازم يشوف الطاقة البديلة والطاقة الجديدة والمتجددة، لان الاعتماد طبعا على الطاقات التانية والانبعاثات اللي بتصدر منها دي كارثة كبيرة جدا على مدار السنين. يعني أنا حضرت قبل كده كذا منتدى أو مؤتمرات ليها علاقة بتغيير المناخ، في يعني ذكرت كده محافظات أو مدن بعينها
قد تتسبب او قد يتسبب بتغيير المناخ فيها الى غرقها تماما، وعندنا واحده في مصر ربنا يستر. وبتتكلم على فكره في 50 سنه، مش بتتكلم في يعني زمن بعيد قوي، فلازم انا بشوف ان دي خطوه كويسه او خطوه يعني متقدمه جدا. الفتره اللي فاتت في الكام سنه اللي فاتوا ونتيجه طبعا يعني حاجات كلها متعلقه بالفكره بتاعت يعني تغير المناخ في دول ودول عظمى، كانت صرحت في وقت سابق ان هي هتمتنع تماما عن استخدام اشياء زي مثلا الفحم، ورجعوا مؤخرا وقال لك عادي هنستخدم الفحم. طب يعني حتى الاتفاقات الدوليه ساعات كتير بتفقد معناها لما تبقى دوله زي المانيا مثلا تصرح في وقت من الاوقات ان هي مش هتستخدم الفحم ابدا، وبعد كده نتيجه بقى مستجدات عالميه وحروب ومشاكل كتير عادي نستخدم الفحم. طب احنا بنتكلم في ايه؟ يعني الموضوع بيفقد معناه الحقيقه. طيب احنا يعني دقيقه او اقل هيكون معانا ان شاء الله دلوقتي السكايب والاستاذه الصحفيه منا عمر، بس قبل ما نروح بس خلينا يا كريم نتكلم شويه على جزئيه الكوفيد، لان في الفواصل انا وامبارح برضو تحديدا كنت بحاول اشوف كده الناس رايها ايه في موضوع الكوفيد والعوده مره تانية ان هي بتعود. انت كنت بتتكلم في نقطه مهمه وهي قصه ان احنا عايزين لو لا قدر الله الموضوع انتشر مره تانية نخلي بالنا، بس انا ليا راي مختلف شويه. قول. احنا تعبنا جدا فتره سنه ونص او سنه كامله 2020 تحديدا من اللوك داون ومن الحياه اللي هي ما كانتش حياه، يعني ما كناش عايشين، فطبعا احنا لازم نخلي بالنا وكل حاجه، بس انت عشان نطلب تاني بين كل المجتمعات انها تجرب او تعود مره اخرى بالتجربه القاسيه جدا اللي كانت دي، ما اعتقدش ان هو ده هيلقى قبول ابدا عند اي مجتمع. فانا ما اعتقدش ان دي هتبقى الرساله اللي المفروض نقولها، لان مش هتحصل. عارف انت لما تيجي تقول حاجه مش هتحصل. الوحيدين يعني اللي ممكن يلتزموا شويه الناس اللي اتكوت بنار كورونا في وقت من الاوقات، وعلى فكره الفتره الاخيره اتضح طبعا بعد ما كتير من الناس شفيت بالفعل من هذا المرض ان الحكايه مش يعني ما بتمرش مرور الكرام، لا ده عاده يعني ده حصل مع كم الاكبر من الناس، ان في حاجه ما ضربت او باظت في جسمهم بعد ما اصيبوا بفيروس كورونا. انا منهم على فكره. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، تاثير الكوفيد طبعا مختلف على الناس واعراضها مختلفه لما بتيجي، بس بتسيب اثر منهم يعني الذاكره بتتاثر، وفي ناس قولونها تاثر وفي ناس نفسها او تنفسها تاثر. لا بجد انا من الناس اللي الذاكره عندها، انا ممكن احكي لك حاجه وبعدين اجي كمان اسبوع احكي لك نفس الحاجه، انما انت خلاص قلتي لي ايه ده بجد. فلازم نخلي بالنا فعلا يعني. يعني لازم نخلي بالنا طبعا. انا مش بقول ان احنا نطلع ونعيش حياتنا لا قدر الله لو حصل مره تانية، بس مش هينفع نرجع تاني لللوك داون. ده اللي انا عايزه اقول، الحياه لازم تستمر مع اجراءات احترازيه، لكن انا اقول خلاص مش هنشوف بعض، خلاص مش هنتجمع، خلاص الكافيهات والحاجات كلها هتقفل، نرجع تاني لده اعتقد شيء صعب جدا. ربنا يسلم. فربنا يسلم ان شاء الله. طيب احنا معانا على التليفون الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه في موقع يلا كوره، عشان تقول لنا بقى على المستجدات في دنيا المانشيتات الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. صباح الفل عليكي، اهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور عليك يا كريم، وصباح الخير على نهاوند، وصباح الخير على كل متابعي النادي الاهلي. مبسوطه ان انا معاكم النهارده. صباح الجمال يا منى، وخلينا نبدا معاكي لان انا وكريم بقى لنا يومين وكل يعني المجال الرياضي بقى لنا يومين بنتكلم عن الميركاتو طبعا، واخر بقى هنا بنتكلم يعني اخبار سوق الانتقالات تحديدا الصيفيه في اوروبا. لو نبدا بيكي او نبدا معاكي بالخبر ده. تحب تبدا بمين طيب؟ طبعا الكلام كله دلوقتي على كريستيانو رونالدو. هو التقارير، معظم التقارير دلوقتي بتقول ان هو عايز يرحل عن مانشستر يونايتد. هو ممكن نعلي الصوت بس شويه يا جماعه عشان احنا مش سامعين، نعلي صوت استاذه منى شويه. اتفضلي يا استاذه منى. الكلام كله دلوقتي انا هوانت زي ما كنت بقول على كريستيانو رونالدو. كل التقارير دلوقتي بتقول ان النجم البرتغالي رافض ان هو يكمل مع يونايتد السيزون الجاي، لان هو رافض فكره ان هو يلعب في الدوري الاوروبي. طبعا زي ما كلنا كنا متابعين السيزون اللي فات يونايتد انهى الموسم في المركز السادس، وبالتالي فقد فرصه ان هو يلعب في دوري ابطال اوروبا. ف رونالدو مش مستوعب فكرة ان هو ممكن يلعب في الدوري الاوروبي بعد ما كان دايما كل المواسم بتاعته بيلعب دوري ابطال اوروبا، يا اما بياخد البطولة يا اما بيوصل للادوار الاقصائية، وبالتالي بيبقى عنده فرصة ان هو طبعا بينركز على بالون دور والجوائز الفردية الاخرى. يعني رونالدو ما حضرش
التمرين الاول لمانشستر يونايتد امبارح، وتعلن ان هو عنده اسباب عائليه. طبعا من هنا فتح الباب اكتر قدام التقارير او قدام الصحف العالميه ان هي تتكهن بقرب رحيله عن اليونايتد. كمان اليونايتد المفروض ان الفريق هيدخل معسكر تحضيري بقى عشان بدايه السيزون الجديد، المفروض ان ده هيبدا يوم الجمعه. فاعتقد دي هتحدد اكتر هل يونايتد، هل رونالدو هيكمل مع يونايتد او هيرحل. كمان وكيله كان بيحاول يدور على عروض ليه خلال الايام الاخيره اللي فاتت، واعتقد بنسبه كبيره رونالدو مش هيلعب مع يونايتد ومش هيلعب في اوروبا ليج يعني. ده بالنسبه لرونالدو. خلينا برضو لسه مع يونايتد اتم امبارح اول صفقه ليه في الميركاتو، طبعا تحت قياده المدرب الجديد إريك تن هاج. يونايتد تعاقد مع فاير مالاسيا، وده جاي من فاينورد الهولندي، ظهير ايسر لسه صغير عنده 22 سنه. فبالنسبه طبعا قدامه فرصه يعني ان شاء الله ان هو يقدر ان هو يثبت نفسه يعني. وزي برضه ما كل الجماهير يونايتد كانت متابعه اصلا ان السنوات اللي فاتت يونايتد ما كانش في احسن حالاته. الراحلين عن يونايتد في الميركاتو ده كتير جدا، عندنا ماتش، عندنا دين هندرسون، راح عندكم جيهان فورست، عندنا بوكا، عندنا لينجرد، عندنا كافاني، عندنا كمان اخوان ماتا. ففي مجزره حصلت في يونايتد نتمنى اصلا ان احنا نشوف تبعاتها او يبقى الفريق افضل ان شاء الله السيزون اللي جاي. غير يونايتد بقى طبعا خلينا برضو لسه مع الدوري الانجليزي، عندنا ليفربول. ليفربول طبعا اخيرا اعلن تاكيد عقد محمد صلاح. التقارير قالت ان هو جدد لمده 3 سنين، يعني هيقعد لحد 2025. كانت مفاجاه الحقيقه بعد ما كان الفتره الاخيره كانت المفاوضات هدأت تماما، لكن ليفربول قدر ان هو يقتنص فرصه تجديد عقد محمد صلاح. وانا اتعمدت هنا ان انا اقول يقتنص، لان تجديد عقد صلاح كان فيها كلام كتير جدا، قعدنا احنا نتكلم فيه كتير جدا، قعدنا نقول ان صلاح ليه شروط عايز يحققها. في نفس الوقت اداره ليفربول عندها سقف معين للرواتب، عندها سقف معين للعقود، لكن الحقيقه اداره ليفربول كسرت كل الاسقف قدام محمد صلاح وهم كسبانين. دي حقيقه يعني، مش عشان هو نجمنا ومصري ولاعب عربي كلنا بنفخر بيه طبعا، لكن هم عارفين هم بيعملوا ايه، وعارفين ان هم الموافقه على طلبات محمد صلاح او على الاقل التقارب في وجهات النظر ده هيعود عليهم بالكثير يعني. غير تجديد عقد محمد صلاح طبعا كمان ابرم 3 صفقات، تعاقد مع كارفاليو من فولهام، ودارون نونيز من بنفيكا، وكالفن رامسي ده كمان ظهير ايمن صغير لسه في السن عنده 18 سنه لاعب اسكتلندي، فيقال كمان عليه ان هو هيبقى الكسندر ارنولد الجديد باذن الله. ليفربول طبعا راح عنه ماني، راح بايرن ميونخ، راح عنه مينامينو، راح موناكو، واوريجي لسه مؤخرا انتقل ميلان امبارح بعد طبعا ما ليفربول انهى معاه التعاقد بشكل رسمي يعني. طيب بصي خلينا نروح للتقرير برضو الخاص بإبراهيموفيتش، لأن هو التقرير بيقول أن إبراهيموفيتش بيوافق على تمديد تعاقده مع ميلان لمدة موسم آخر، فبتشوفي ده إزاي؟ يعني إبراهيموفيتش برضو كيس مختلفة، طبعا اسم كبير وأنا من الناس اللي بحبه جدا والكاركتر لوحده، وبنتكلم 40 سنة ويمكن أكتر وما زال في الملعب، لا ما تحسيش أبدا أن السن عامل مؤثر عليه بشكل سلبي. زي ما اتكلمنا كنا مع بعض قبل كده يعني، انا عندي قصه زلاتان ابراهيموفيتش، هو كيس مختلفه فعلا يعني. اعتقد ان هو بالنسبه له قرار انه يعتزل ده هياخده بصعوبه جدا جدا جدا، لان صحيح. هو عنده فوبيا من الموضوع ده، بيفكر فيه ويتراجع على طول، لان هو عنده مشكله انه خايف انه لما يقعد ما يبقاش فيه تمارين، ما يبقاش فيه مباريات، يشعر بالملل. ف
فبالنسبه له قرار الاعتزال ده هيبقى صعب جدا جدا. هو عنده 40 سنه فعلا، طبعا العامل البدني ليه هو 40 سنه غير لما كان 20 سنه غير لما كان 30 سنه، هو كمان كان عنده اصابه اصلا السيزون اللي فات كان عنده اصابه في الركبه وقعد فتره طويله، لكنه قدر ان هو يرجع في النهايه ويحقق الدوري الايطالي مع ميلان زي ما وعد الجماهير اول لما راح لهم. هو طبعا لما راح لهم السيزون اللي فات كان برده رايح موسم واحد وبس، يعني كان العقد موسم واحد، وفي التقارير لحد دلوقتي هي مش رسميه بس لحد دلوقتي ان ميلان التقارير بتقول ان ميلان عرض على ابراهيموفيتش ان هو يكمل معاه لمده موسم كمان، وفي اتجاه كبير جدا 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 ان هو يوافق على العرض يعني. طيب رائع جدا، في اي حاجه كريم؟ لا تمام، يعني غطت لنا تغطيه وافيه جدا الحقيقه، تغطيه رائعه، مشكورك جدا، واكيد هنتابع معاكي برده يا منى لو في اي جديد في موضوع الميركاتو تحديدا، بتهيألي ده الملف الابرز حاليا اللي يهم ناس كثيره جدا عشاق عامه كره القدم في اي مكان في العالم مش بس يعني اوروبا. بص هقول حاجه بس قبل ما نروح فاصل، لان هي ذكرت اسماء كبيره يعني كريستيانو رونالدو، بنتكلم عن ابراهيموفيتش، وانا هضم ميسي برده، ان هم الثلاثه يعني السن شويه قريب لبعض، رغم ان طبعا ابراهيموفيتش اكبر، بس فكره ثلاث اساطير، بتكلم عن ثلاث اساطير، لما بيجي بقى الفتره اللي هي لازم او الاعتزال اللي هو بيكون خلاص واجب الى حد ما، او جه وقته حان وقته زي ما بتقال، انت برضو كجمهور بتتضايق يعني، بتبقى حاسس معاهم بالشعور اللي هو بعد ما كان نجم طبعًا، بعد الاضواء، بعد الشهره، بعد النجاح، فكره ان الاعتزال، وفي على فكره 40 سنه برضو اللي هو سن اعتزال اي لاعب يعني، ما انتش كبير 40 سنه، انت شاب برضو صغير، بس فاهم قصدي، بتبقى وبخصوصا مع شخصيات زي ابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو. بص الواحد بيصعب عليه ان هو هيتحرم من المتعه دي بمجرد ان هم وصلوا لسن مش مساعدهم ان هم يستمروا في الملعب، بس احنا اللي بنبقى دايما خسرانين، والحقيقه يعني ابراهيموفيتش كلمه حق لازم تتقال في حته لوحده كده مع نفسه تماما، يعني مع نفسه تماما، تركيبه شخصيه ونفسيه اغرب من خيال، قدرات في الملعب طبعا مش محتاجين نتكلم عليه، غرور ممزوج بيه حرفنه، كيس كده ما بتتكررش كتير. على كل الاحوال احنا لسه كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، احنا غايه ما هنالك هنطلع فاصل ونرجع نبتدي بقى مع حضراتكم اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم، اول فقره حواريه، وزي ما كنت بنوه في بدايه الحلقه، احنا الفقره دي معانا فيها نموذج نسائي ناجح جدا. ليه؟ لان اولا في مجال مختلف، تاني حاجه دخلت المجال وفي نفس الوقت ابدعت فيه. انا بكلم حضراتكم بجد، بس اكيد في كواليس، اكيد في حواديت حابين ان احنا نعرفها منها. خلينا نرحب بالدكتوره وفاء موسى، المحكمه الدوليه لايه بقى؟ لرفع الاثقال. صباح الفل. صباح النور، اهلا مجال بكم. يعني هنفهم كل حاجه، بس منورانا والله. الله يخليك، اهلا بيكي يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا، وبنستعرض من خلال وجودك فعلا نموذج للمراه المصريه الناجحه عمليا واكاديميا كمان. خلينا نعرف من حضرتك بدايه كده قصتك مع التحكيم في الرياضه دي بصفه خاصه، هل ده كان جزء مثلا من دراسه حضرتك؟ هل الدكتوراه بتاعتك ليها علاقه برفع الاثقال؟ يعني ادينا خلفيه ولو باختصار كده عن حضرتك. تمام، الحقيقه هو انا خريجه طبعا تربيه رياضيه جامعه الزقازيق، الحمد لله كان تقدير جيد جدا. الماجستير كان في الاعلام الرياضي، الدكتوراه كانت في اقتصاديات الرياضه المصريه، فهي بعيده عن رفع الاثقال، تخصصي بس كلها رياضه في الاخر. كلها رياضه. في بدايه 1995 كانت بدات نشاه رياضه رفع الاثقال على مستوى العالم، فكان اول فرق في مصر، ما كانش لسه في محكمات او ما كانش لسه في لاعبين اعتزلوا عشان يبداوا يبقوا محكمات، فالاتحاد المصري وقتها لرفع الاثقال بدا ياخد مجموعه الناس اللي هي ملاصقه للفرق الكائنه، فانا وقتها كنت مشرفه مع اول فريق بنات كان في محافظه الشرقيه وقتها، وبدا الاتحاد ياخد العناصر اللي هي اللي عندها الدراسه الاكاديميه، اللي هم زي مثلا تربيه رياضيه، واللي بيتعاملوا مع فرق رفع الاثقال، وبدا يعمل لهم كورسات ودورات، وكان تدريبهم في وجودهم مع الفرق بتاعتهم، بدانا نحضر بطولات الجمهوريه معاهم، بطولات زي بطولات تشجيعيه او بطولات تدريبيه، لحد ما بقينا خلاص كواليفايد ان احنا فعلا نقدر نحكم. خدنا دوره تدريبيه في الاتحاد وبقينا اوريدي اعتمدنا، كنا سبعة على مستوى الجمهورية، واعتمدنا حكام محلي اثنين في الاتحاد المصري لرفع الأثقال بس. ودي كانت محلي أول محلي اثنين، اللي هو بمعنى إيه؟
احنا عندنا التحكيم المصري، التحكيم بصفة عامة في محلي اتنين ومحلي واحد. محلي اتنين اللي هو الكاتيجوري الاقل، بيقعد سنوات بينية معينة وبيعمل اختبار وبيبقى محلي واحد. بعد محلي واحد برضو سنوات بينية وبيعمل اختبار تحريري وعملي اللي هو في بطولة، وبيتم تقييمه وبياخد محلي، بياخد دولي اتنين. بعد دولي اتنين بيبدا دولي واحد، ودولي واحد ده اعلى كاتيجوري في في التحكيم. وبالمناسبه انا رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وعضو لجنه المراه في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال في الدوره اللي هي المفروض انتهت والانتخابات الجديده بدات، فان شاء الله يكون في تشكيل جديد عظيم. ويكون لينا حظ معاهم ان شاء الله. حضرتك هترشحي نفسك تاني؟ الحقيقه احنا ما يعني لظروف ما كنا فيها في رفع الاثقال في مصر، فمش اتندد ان احنا نكون في الترشيح، بس أوكي. ان شاء الله في وعد من الاتحاد الدولي تعيين. بالتعيين باذن الله. تمام، رائع جدا. لا سي في محترم بجد. اشكرك اشكرك. وفي مجال ديفرنت او يعني فعلا مختلف، مش كومن خلينا نقول يعني. بس ايه حبك في قصه اصلا التحكيم؟ يعني ليه؟ انا ده اللي انا عايز اعرفه، ولا هي جت تدريجيا؟ والله هو طبعا في الاساس كان وليد الصدفه، لكن هو حبي للمجال الرياضي بصفه عامه. سواء دراسه سواء تحكيم، فهو اي حاجه في الفيلد في الرياضه فانا اوكي. كنت بتلعبي رياضه معينه؟ انا كنت بلعب سباحه وبلعب تنس، وده كان تخصصي كمان في الكليه. على مستوى محترف ولا لا؟ لا على مستوى بطولات الجمهوريه. لا ما وصلتش لمستويات عليا يعني. حلو قوي. طب لو اتكلمنا عن رفع الاثقال تحديدا، لان احنا عندنا شباب وبنات على الصعيدين بصراحه محققين نجاحات رائعه جدا، حاجه كانت برده مش كومن في مجتمعنا او ما كناش معتادين عليها، او ابتدينا مؤخرا نلاحظ ده بشكل كبير. فبتشوفي التطور اللي حصل ده ازاي، وازاي ممكن نكمل ونبقى افضل بكتير كمان؟ والله خليني اقول لحضرتك اني بصفه عامه ان مصر عموما بتشهد طفره في الرياضه كلها. صحيح. الدعم الرئاسي للرياضه ولبناء مصر الحديثه اللي هي يعني حتى في اهداف التنميه المستدامه، ان الرياضه هي بتستخدم وسيله للتنميه والسلام. وجود دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة على رأس المنظومة، وهو راجل أكاديمي وتنفيذي في نفس الوقت، ده أضاف كتير جدا جدا للرياضة المصرية بصفة عامة. قبل ما أتكلم على رياضة رفع الأثقال، دايما الجانب الأكاديمي بينقصه الجانب التنفيذي، ولو عندنا قيادة تنفيذية بيكون ينقصها الجانب الأكاديمي. لكن الحقيقة تتوفر في دكتور أشرف صبحي الشقين، الشق الأكاديمي والشق التنفيذي، فده ساعد كتير جدا على يعني بزوغ الرياضة المصرية في التوقيت الحالي. دي أول نقطة. تاني نقطة بالنسبة للرياضات الفردية زي رفع الأثقال، دي كانت بيقال عليها الرياضات الشهيدة، اللي هي يعني ما كانش لها سبورت قوي. معظم الناس حقها مهضوم إلى مش الكلام ده مش في الوقت الحالي. احنا في الوقت الحالي شايفين طفرة على مستوى الألعاب الفردية كمان بصفة خاصة. صحيح. في الوقت الحالي. صحيح. فحتة الألعاب الشهيدة دي كانت من فترة وجيزة، ولكن الحقيقه بجهود برضو وزاره الشباب والرياضه، معلش انا بنت وزاره الشباب والرياضه معلش بس حقيقه دي الابطال، ما هو برضو طبعا الوزاره ليها دور والابطال ليهم دور، لان يعني باقل امكانيات بيقدروا يحققوا أكيد نجاحات كبيره يعني. اكيد اكيد هقول لحضرتك على طبعا دور الابطال ودور الجنود المجهولين من مدربين ومن منظومه رياضيه كامله، من مدربين حكام اداريين بالزبط. اولياء امور واهالي للاعبين دول بيلعبوا وراهم. بس بالنسبة للشباب والرياضة، في حتة أن يعني الناس كان عندها الألعاب الجماعية وكرة القدم، النهاردة لا، الناس بقت بتقول ألعاب القوة، بقت بتقول تنس الطاولة، بقت بتقول رفع الأثقال. ودي كانت خطة ممنهجة يعني بدأت فيها الوزارة في أن هي تعمل نشر وتوعية وتوسيع قاعدة ممارسة للألعاب الفردية، بالإضافة إلى أن مصر طول عمرها من قديم الأزل في رياضة رفع الأثقال تحديداً عندنا أسماء رنانة على مستوى العالم، زي خضر التوني وزي شمس، يعني كتير كتير من الأبطال. أنا مش عايزة أعدد أسماء عشان ما غلطش أو ما انساش اسم حد، وبيستر المستقبل الحالي الأبطال اللي احنا سمعنا عنهم زي محمد إيهاب وزي سارة وزي محمود حسني في بطولة المكسيك. فالحقيقة مصر ولادة في مجال رفع الأثقال وبيشهد لينا العالم بدا يعني.
طيب جميل، عايز اسال حضرتك بقى على تفصيله كده يمكن من الحاجات اللي لاحظناها كلنا وبتتكرر بقالها سنين، وان كان نبره الكلام فيها ابتدت تخفت نسبيا في الفتره الاخيره اكيد نظرا لاهتمام الدوله ولو في دعم كمان بقى اكتر من الاول. كتير من الرياضيين وتحديدا الابطال اللي بيلعبوا العاب او رياضات فرديه وخصوصا ليها علاقه بالقوه، رفع اثقال، ملاكمه، كمال اجسام، كتير منهم كانوا بيشتكوا من ان طبيعه الرياضه اللي هم بيلعبوها واللي هم محققين فيها انجازات كبيره جدا بتحتاج دعم مادي يعني اكبر بكتير من غيرها يمكن من الرياضات، يعني يكفي بس النظام الغذائي المطلوب للعيبه كتير ابطال ما عندهمش القدرات الماديه هم لوحدهم ان هم يقدروا يحافظوا على المستوى اللي هم فيه ده. هل الكلام ابتدى يتغير في الفتره الاخيره فيما يتعلق بدعم الاتحادات المعنيه او حتى الوزاره بشكل عام للرياضات الفرديه والابطالها؟ الحقيقه طبعا بدا يتغير. اللاعبين حقيقي الالعاب دي بتصرف كتير لان هم بيحتاجوا بنيان عضلي قوي، بيحتاجوا اعداد نفسي، بيحتاجوا اعداد مهاري، اعداد خططي، كل ده بيحتاج جهود متضافره، ما ينفعش جهه لوحدها، يعني ما ينفعش اللاعب لوحده مع مدرب يقدر يعمل ده، الاتحاد لوحده ما يقدرش يعمل ده. فالحقيقه تضافر الجهود في الفتره الاخيره ما بين وزاره الجهات المعنيه، وزاره الشباب، اللجنه الاولمبيه المصريه، الاتحادات، المدربين في المحافظات مش بس في المنتخب او في القاهره، تضافر كل الجهود دي مع بعضها هو اللي بدا يفرز الابطال اللي احنا شايفينهم او يخفف المعاناه. هم بيعانوا ومفيش حد هيوصل لبطوله او للمستويات اللي احنا شايفينها من غير معاناه، كلنا عارفين ان الابتكار وال يعني هي المعاناه جزء لا يتجزأ جزء ما بيخرجش من معادله النجاح عموما. النجاح طبعا. النجاح ما بيخرجش من الرفاهيه، النجاح دايما بيخرج من المعاناه. احنا مش عايزين نعاني بس يعني مش لازم عايزين ننجح من غير ما نعاني. اللاعب لما بيتمرن ثلاث تدريبات في اليوم، التدريبه ممكن تكون ساعه، دي معاناه، دي احمال تدريبيه عليه. لما بيقتسم لا انا بتكلم عن المعاناه اللي هي انا عايزه حاجات معينه بينقصني كبطل، حاجات معينه ومش عارف احصل عليها، وفي نفس الوقت ممكن تكون قدرتي الماديه مثلا ما اقدرش ان انا استحملها مثلا او هي تسع، فدي بتبقى مشكله انك بتخسر في الاخر بطل. يعني هو دي النقطه اللي كريم كان بيتكلم فيها تحديدا. يعني بس ربما دلوقتي في برضو فكره السبونسرز بشكل كبير، الرعاه موجودين بالزبط. الاتحادات ابتدت ان هي توفر على قد ما تقدر، فدي كلها خطوات تمام بايز. الاتجاه الحديث فعلا في عمليه استثمار الرياضه ووجود سبونسرز وعمل شركات للرعايه الرياضيه، كل دي حاجات بدات تسهم في عمليه التمويل الذاتي او جلب ماديات علشان نخف من المعاناه بتاعه اللي اللاعبين بيتحملوها. يعني جميل، احنا يعني سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا. انا كان عندي اضافه صغيره. طبعا يا دكتور استاذنك قوي. طبعا انا اعتقدت ان السؤال هيجي فانا ما اختزلت الكلام. هو للاسف احنا اتفاجئنا من الوقت جري معاكي بسرعه. طيب انا هي معلومه حاجه بسيطه قوي عايزه اقولها، ان جهود الدوله في ناحيه المعاناه اللي حضرتك كنت بتقولي عليها، ان الدوله عملت مشروعات، اهتمت بالمشروعات القوميه. المشروع القومي للموهبه. المشروع القومي للموهبه ده مش ممكن نغفله في حديثنا ابدا. اللي خرج منه محمود اللي لان احنا عندنا في المكسيك شاركنا ب 12 لاعب ولاعبه، كان 8 منهم من المشروع، محمود كان من المشروع. فده احدى جهود الدوله في ان هي توفر مدربين وتوفر ماديات وتوفر تغذيه وتوفر حاجات كتير جدا، تكتشف موهوبين من مختلف الاماكن، ترعاهم، تاهلهم، تعمل لهم قياسات علميه وتوصلهم لان هي يكونوا زي الحضانات اللي توصل للانديه وللمنتخبات. واحنا دلوقتي بنبني ثمار المشروع ده. صحيح. لا وعايزه اقول لك كمان من ميزه هذا المشروع ان هو بيدي فرصه للمعتقد ان ما عندوش فرصه بالزبط. يعني للفكر ان هو ليس صاحب فرصه، يعني لان انت بتبقى بتروح القرى والمحافظات والاماكن اللي هي بيكتشفوا من جداً اماكن يعني. بالظبط. فبيدي فرصه هذا البرنامج وبعد كده بيرعى، ولو فعلا في موهبه بيكمل هذا الشخص بقى بمجهوده. لا هو كل التوفيق طبعا، وده مش بس في رفع الاثقال، ده في الرياضات
البطولات كلها، فان شاء الله يخرجوا لنا ابطال يرفعوا اسم مصر بعد كده في اي محفل دولي، لان ده اللي احنا نرجوه كلنا باذن الله. نورتينا يا دكتور، متشكره واسفه للاطاله. لا ابدا، والله هو الوقت للاسف الصغير يعني، او سعيد بيكم ومتشكره جدا. اهلا بيكي دايما، وان شاء الله نلتقي بحضرتك مرات ومرات على خير باذن الله. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه فيما يتعلق بماتش امبارح اللي ما كانش مرضي بكل يعني الصور. عايزين نتكلم عن اللي جاي، احنا عندنا فيوتشر وبيراميدز ان شاء الله الفتره الجايه في الدوري، وعندنا كمان نهائي الكاس امام الزمالك. كل دي ملفات هنفتحها مع كابتن عادل طعيمة اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير لحضرتك. صباح جميل يعني، بس الصباح برضو حزين. يعني عايز اقول لحضراتكم كابتن عادل جاي النهارده اول مره يكون معانا، ويبقى فعلا شكله يعني مش هقول محبط بس متضايق قوي. كابتن عادل باين عليك انك متضايق قوي، هل الموضوع بهذا السوء يعني لهذه الدرجه من وجهه نظرك؟ ما هي كره القدم والنادي الاهلي هم الفرحه للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بدون مبالغه والله يعني نقول 90 مليون، لا انا هقول 100 بقى، احنا عمالين نزيد والله. خلاص. فلما حضرتك تمشي في الشارع او انت قاعده في البيت والاهلي يجيب جول، ايه اللي بيحصل؟ الرجه بتحصل. مدينه نصر بنسمعها من المهندسين. شفت انت بقى. طب وانت ماشي في اسكندريه الكورنيش يترج لما الاهلي يجيب جول. لا دي حقيقه. طيب لما تلاقي الكافيهات كلها مليانه حزينه، لما انا بقى كلاعب ما اديش واجبي، او انا بقى اناني، او انا ما اناش عارف قيمه التيشيرت بتاعي، دي نقطه دي. ادخل الحزن على كل الناس دي عشان ايه؟ انت اولا بتلعب في مكان يعني ناخدها واحده واحده كده، اكبر نادي في العالم واخد بطولات، نمره 2 على المستوى المحلي والاقليمي، نمره 1، نمره 2 انا بعد ريال مدريد مباشره بالنسبه للبطولات القاريه. بالنسبه لافريقيا المنافس بتاعنا ما راحش كاس العالم اصلا الانديه، احنا رايحين كام مره؟ ايوه بنلعب نهائي افريقيا كام مره؟ يعني انجازات ملهاش حدود على يعني اجيال كثيره جدا شغاله، والروح القتاليه موجوده، ودايما النادي الاهلي بيتميز بالشعار بتاعه الفانيلا الحمراء او الشياطين الحمر، زي ما احنا مش عايزين نقول شياطين لكن نقول الروح القتاليه بتبقى نمره 1 موجوده. شفتها في ماتش امبارح؟ لا هي بقالها فتره، والسبب برضو انا كنت مع حضراتكم دايما او مع كابتن اسلام دايما كنت بأشيد اشاده كامله لموسيماني، من اول ما جه عمل انجازات وبطولات واداء اكتر من رائع. يعني في ناس كانت احيانا بتختصر يقول لك لا ده الاداء ما كانش، مين قال الكلام ده؟ احنا في كاس العالم للانديه احنا لاعبين مع مونتيري وكسبانين، واحنا معانا 14 لاعب وكسبانين الهلال اللي جايب قبل الماتش بتاعنا جايب 4 أو 5 لاعبين بملايين الدولارات عشان كاس العالم للانديه. احنا عملنا عليهم مباراه يعني اكتر من رائعه. الاداء الحلو ده بننساه؟ ما ننساهوش. فالراجل عمل بطولات وعمل اداء رائع جدا، لكن هناك بعض السلبيات عنده. السلبيات دي انا قلتها مع حضراتكم قبل كده، ان انا لما بكون بدي اكتر من لاعب مره واثنين وثلاثه وعشره وبرضه ما بيدينيش الحاجه اللي احنا محتاجينها، فانا افضل مصر عليه وبلعبش البديل، ثم انا ما بجهزش البديل، انا بلعب النهارده. صحيح الراجل معذور 100%، قعد سنه و8 شهور او سنه و10 شهور بيلعب كل 3 ايام مباراه، وده طبعا يعني ضغط عليه وضغط على اللعيبه، لان برضه ده بيحضر للمباراه، بيحضر للعيبه، كل الحاجات طبعا. دي بتبقى ضغوط عليه. من ضمن العيوب ديت العيب اللي انا بقول لك عليه، الى جانب طبعا في حاجه ثانيه انه الاصرار على بعض اللاعبين وبقوا مجهدين، وهم كمان في نوع من الدلال ونوع من مش عايز اقول الدلع شويه، ان انا احيانا وانا بوجه انا عايز اوجه للراجل اللي في الملعب، الاقيه بيتدور وبيوجه بيكلم اللعيبه اللي قاعده على الدكه. جوارديولا وكلوب والناس اللي احنا بنشوفها بيقف يزعق في لعيبه ثمنها مليارات يعني لا ابالغ،
كم مليار بيلعبوا في الملعب من اللعيبه دي؟ مليار جنيه طبعا. لعيبه بيقف يزعق لده ويزعق لده ويتكلم مع ده بحده ويوجه. انا مفروض اللاعب احيانا درجه تركيزه بتقل، لابد المدرب يعمل له عمليه تنشيط للذاكره. فانا لما ابقى تنشيط الذاكره ان انا يبقى عندي بديل يعني، فاللاعب يبقى فاهم ان هو معرض في اي وقت ان هو يتم استبداله. وبعدين حضرتك البديل لازم يبقى قوي انا مجهزه. انا النهارده لعبت يعني مثلا امبارح كنت بلعب مباراه، النهارده لازم الناس اللي ما لعبتش او اللي لعبت مده قليله يكون بيلعب ماتش ودي. الحاجه الثانيه بأناشد وبتكلم اكتر من مره بقالنا سنتين، نظام اليوم الكامل، نظام اليوم الكامل العالم كله بيعمله للناس المحترفين. انا بدي لك اجر عالي جدا، الاجر العالي جدا ده انت بتاعي، انت ملكي. تيجي لي الصبح ان شاء الله ما فيش تدريب، تيجي بتعمل تدريب الحاجات اللي ناقصاك. امبارح شفنا الفرص اللي بتضيع. انا اجيب الناس دي الصبح واديها ساعتين شغل على المرمى، بحيث ان انا كل المواقف اللي بتحصل في المباراه انا بديها له الصبح. وبعدين التدريب الجماعي قاعد ادي للمدافعين شغل وادي للمهاجمين شغل. التسديد بقالنا 7-8 ماتشات التسديد على المرمى في المدرج. طب ليه؟ طب ليه؟ وبعدين كلهم لعيبه دوليين طبعا. ما هو فين معلش كابتن عادل، واحده واحده عشان دي نقطه في غايه الاهميه. لما اجي اقول ان انا الفينال بتاعي وحش جدا رغم ان انا اللعب بتاعي ممكن يبقى فيه استحواذ وماشي يعني بشكل كويس جدا وتكتلات وبتوصل يعني احنا امبارح 22 تقريبا هجمه كانت لعجول يعني 22 لو انا ارقام الماتش اللي قبليه 19 طيب فرصه. فمشكلتي دلوقتي عشان بس نبقى واقفين عندها، انا نو واي اجي اقول دلوقتي اي حاجه خاصه بسواريش، بس الراجل لسه بيشوف، الراجل لسه طبعًا بيدرس. فالمشكله لانها متكرره قبل كده كمان حصلت كتير جدا شفناها في اللعيبه. طيب ايه يعني بخبره حضرتك برضو وهنرجع بالاجيال السابقه، لما بيبقى في مشكله زي كده دي بتبقى مشكله في اللعيبه في انهي جزئيه بالظبط؟ جزئيه فنيه، جزئيه يعني نفسيه، زي ما حضرتك قلت ضغوطات مثلا، دلالات، يعني خلينا نفهم. الفريق هنقول 30 لاعب، في نوع مجهد جدا، وانا قلت قبل كده برضو اللي لعب 90 مباراه زي السولية وحمدي فتحي اللي هم لعبوا منتخب ولعبوا كاس عالم انديه ودوري وكاس بقالهم سنتين. وفي نوع تاني مش مجهد بس مش جاهز، ما بياخدش ماتشات كفايه، فبيبقى فاقد الثقه، وفي نفس الوقت لياقته البدنيه لما بنحتاجه ما بنلاقيهوش. الجزء في جزء تاني من كتر الدلع او كتر ال 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 النادي الاهلي بيدلع. المدير الفني لما يكون انا بغلط وما بيوجهنيش مرة واثنين وثلاثة، يعني أحد اللاعبين. حضرتك بتقصد مع موسيماني بقى؟ مع موسيماني طبعا الجهاز ده يعني تحديدا مع موسيماني. الجهاز ده لسه اشتغل؟ لا ما هو فايلر كان معانا برضه قبلها يعني. بس فايلر كانت أكتر واحد في مصر أشاد موسيماني. أنا سوري أشاد أكتر واحد أشاد موسيماني. أوكي. مقتنع بيه 100%. لكن الراجل عنده أخطاء، نقول خطأين ثلاثة. لكن الراجل 95% نجاح غير طبيعي. في جزء الثالث، أنا قلت الجزء الأولاني اللي هو المجهد أصلاً، تمام، ودول قليلين 3-4. وفي جزء مش جاهز ما بياخدش ماتشات ودية، وفي جزء آخر مش عارف قيمة فانيلة النادي الأهلي. معقولة؟ والله دي نقطة صعبة قوي. صعبة جداً. والدليل على كده اللي يحس بتحركات اللاعبين في الملعب ويبقى شاعر بالجمهور اللي موجود في البيوت. صحيح ما فيش جمهور في المدرجات، لو في جمهور في المدرجات ما كانش يبقى ده الحال، لان انا لما يبقى مطلوب مني ان انا بدافع بطريقه معينه وبهاجم بطريقه معينه وتبقى الكره بتجي لي مره واثنين وثلاثه وانا المرمى فاضي، وبعدين احطها بالشكل ده وانا مش مجهد. طب انا ما بقولش اسماء، الاسماء دي انا ممكن اقولها في النادي، ممكن اقولها في اوضه مقفوله، لكن بتمنى اللعيبه اللي هي يعني انت حزينه وانا حزين وكلنا الجمهور الاهلي كله حزين نتيجه ان في نوع من الاسترخاء شويه، ما فيش الروح دي من اول دقيقه. الروح التتاليه دي. خلينا نقف يا كابتن عادل بعد اذنك عند النقطه دي بتاعت التراخي او
الروح الغائبة، لأن دي نقطة غريبة جدا الحقيقة، لا تتماشى بالمرة مع فكرة إن احنا بنقول الكلام ده على لعيبة النادي الأهلي، فأكيد ليها أسباب وليها مرجعية. أنا بس عايز أستأذنك لأن احنا لازم نطلع حالا فاصل، خلينا نقف عند النقطة دي ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا منها بعد إذنك. فاصل ثم عودة، خليكم معانا. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن عادل طعيمه اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي الحقيقه الجزء الاخير من كلامنا معاه اتكررت فيه اكتر من كلمه غريب قوي ان احنا يجي علينا زمن نقولها على اي لاعب عموما من لعيبه النادي الاهلي، كلمه تراخي، كلمه دلع، كلمه روح غايبه. يعني احنا طبعا حيدنا في الاول تفصيله الاجهاد وطبعا في اجماع عليها، لكن من امتى اي لاعب في النادي الاهلي ممكن يتقال عليه النوع ده من الكلام، او يتوصف سلوكه في ارضيه الملعب او ادائه بالتراخي؟ ده بينتج عن ايه؟ هل في مساحه لمثلا عشان التغيير اللي حصل في الفتره الاخيره وغياب موسيماني وجلب مدير فني جديد؟ هل النوع ده من الاحداث اللي بتاخد اوقات مستقطعه من استرسال اللعيبه في العطاء دي ممكن تبقى بشكل او باخر سبب في غياب روح؟ منطقي ده؟ لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي من يوم ما انشئ لحد النهارده ان كان في جيل ما عندوش الروح القتاليه، والولاد اللي موجودين دلوقتي عندهم الروح القتاليه بدليل البطولات اللي هم واخدينها والاداء اللي هم بيأدوه. لكن موسيماني في الفتره الاخرانيه حصل نوع انا بسميه كده من وجهه نظري، لان انا لما بلاقي مثلا عندي 3-4 بيأدوا أقصى جهد عندهم والاثنين ثلاثة اللي موجودين في وسط الملعب أو في المقدمة ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، وبالتالي أنا لما باجي أضغط يا كريم نهواندا، لو أنا بضغط على الفريق الوداد لو أنا أنتوا الاثنين ضغطوا وأنا ما ضغطتش يحصل إيه؟ لا خلاص خلل. فإذا ما ضغطناش كلنا مع بعض فاللعيبة وهي حتى التشكيل بيتقال بيبقوا عارفين ان في فلان وفلان ما بيأدوش الضغط ده، وبالتالي هم اللي بيتحملوا الاعباء. لما انا جاي لي اثنين، انا المفروض انا معايا واحد وزميلي معاه واحد، فالعمليه دي تكررت مره واثنين وثلاثه، وبالتالي بتبص تلاقي احنا عمرنا ما دخل فينا الاجوال ديت، ايوه عدد الاجوال ديت، وعمرنا ما ضيعنا اهداف بالشكل ده. ماتش سموحه انت تكسب سموحه 6-7 بالراحه جدا، 19 فرصه مؤكده، وقبلها في كل الماتشات. ماتش امبارح كام فرصه؟ الشوط الثاني كام فرصه؟ لدرجه ان احنا احيانا بنخش على بعض، يعني كوره حمدي فتحي داخل هيحطها شريف، نتيجه ان انا حتى ما بنكلمش بعض، عينينا مش على بعض، نتيجه ان عدم تركيز. ما اعرفش في روح كده انا شايفها، ولابد ان احنا نقول الكلام ده، لان احنا عشان نهدي الناس في البيوت ونهدي جمهورنا. الولاد بتوعنا دول جابوا لنا بطولات كتيره جدا، أيوة. واسعدونا جدا. من التهدئه الاصلاح، انا من وجهه نظري ودي رساله، انا طبعا ما بدخلش في الشغل حد، بس اللي انا بقول انه الفتره اللي جايه دي الشهرين دول في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. في فتره من الفترات، وطبعا مش يعني ما بقارنهاش بالفتره دي، فتره من الفترات كانت في الستينات النتائج ساءت، كان رئيس النادي دخل لاعبين في معسكر في القوات المسلحه في الجيش، واحلق شعرك وشغل، كانت فتره عصيبه جدا. انا النهارده طبعا بعيد خالص عن التشبيه دوت، لكن انا النهارده بقالي عندي شهرين عندي 3 بطولات، ال3 بطولات دول بفضل الله وباذن الله اللعيبه ديت مع الجهاز الجديد لازم ياخدوها. هياخدوها ازاي؟ انا النهارده بعمل معسكر مفتوح من الصبح لحد اخر تمرين، اللعيب يروح على النوم، يجي الصبح الاخطاء، المدافع ده بيطلع يباصي غلط، يعني في مدافع يباصي من الطرف يدخلها جوه ويجي فينا جول، لا يبتدي يوقفه ويعلمه يعني ايه الباصه بتتحط ازاي. التمرير الشناوي لما يجي يباصي الباصه الصح، يبقى لازم يتمرن عليها كتير. الفرود الاوفر بيتعمل انت بتعمله لمين؟ لابد من خلال التكرار. انا كريم او هاني او اي حد رايح على الطرف بلعبها اي حاجه لازم لاعبها الواحد، الواحد ده يبقى مين؟ شريف رايح على العرضه القريبه، حسام على وسط الجول، طاهر على العرضه البعيده، يبقى انا مغطي الجول، مغطي الثلاث زوايا بتوع المرمى، انا بخش على بعض. وبعدين مش لازم كل مره اعملها اوفر، المره بروح وراح العبها على الارض. امبارح طاهر رقص الباك ليفت
وراح عليه. والباك ليفت بقى بالمناسبه ده من اسبال الاهلي اسمه سعدون. فانا بعد ما رقصه لو خد خطوتين ثلاثه جول راح شايطها. طب برضو نتيجه واحنا عارفين طاهر لعيب هايل ولعيب راجل وياما اسعدنا. دي برضو نتيجه ان انا عدم التركيز. فانا بقول الشهرين دول بتمنى انه يبقى فيه معسكر مفتوح للولاد يجي الصبح. وبعدين الجهاز لابد انه يعرف ثقافه اللاعب. انا الفتره دي ما فيش الروح ديت لابد انها ترجع بمنتهى السرعه. واوضه اللبس لازم يبقى فيه يعني تبقى اقوى من كده. وليد سليمان عليه دور، الشناوي عليه دور، عمرو السوليه عليه دور، اللعيبه الكبار كلهم عليهم دور ان احنا الروح القتاليه دي ترجع تاني. وفتره زي ما حضرتك قلت يا نهاوند فتره جوزيه كانوا كسبانين 5-6 وهم وكان بيقعد ينتقدهم ويقعد ويطلع ويعمل عقوبات ويعمل الثقافه يبقى اللاعب مش فاهم ولا مش كسبان دلوقتي ده انا جايب لا واحد يبقى نجم المباراه ويعمل له خصم لا طب ده انا لسه جايب جولين عارف بس دي حقيقه يعني الجيل ده طبعا منهم كتير اصدقاء ليا يعني ونجوم لحد دلوقتي بس هم كانوا بيحكوا لنا الحاجات دي فعلا يعني منهم كابتن احمد حسن مثلا كان كان في على طول حاجات زي كده مع مانويل خصيفة. هو يمكن اللاعب بيبقى محتاج شويه الشد ده من فتره لفتره ربما. شوفي حضرتك برضو من ضمن كلامك دايما تودينا في السكه الصح يعني. لا ده دي الشهاده بقى يا كابتن عادل والله العظيم. اولا انت فكرتيني بموضوع جوزيه. الحته الثانيه وهي يعني المفروض ان انا وانا بتعامل مع اللاعب انا كمدرب ببقى مربي ومدرب. مربي يعني ايه؟ يعني انا بربيه يحبني قوي ويخاف مني قوي. فدي حته مهمه جدا عند المدير الفني. يبقى زي الاب بالظبط. بربي فيه المسر والاخلاقيات وانه بيحب زميله واللي قاعد بره الاثنين. ودي طبعا صحيح. موجوده في النادي الاهلي واحنا بنشوفها يعني مش محتاجه كلام يعني. لكن المدير الفني لازم يكون اب تخاف من ابوك جدا والدك جدا وبتحبه جدا. فدي معادله الجهاز الفني ان شاء الله مع كابتن سعد عبد الحفيظ مع الجهاز يوصلوها للعيبه. لازم الحته الاخرانيه اللي كان فيها نوع من اللامبالاه شويه. في احيانا واحد بيبقى شبع بطولات. الاهلي ما بيشبعش بطولات ولا الجمهور بتاعه بيشبع بطولات. اذا انت كلاعب شبعت من البطولات النادي الاهلي ما بيقفش. النادي الاهلي زي القطر. طيب يعني عشان الوقت بس ما يجريش مننا كابتن عادل عايزين من حضرتك مشكورا في عجاله. لو جات لك فرصه انك تقعد قعده رايقه مع سواريش وتقول له على اهم ثلاث نقاط من وجهه نظر حضرتك شخصيا لازم هو يحطهم في باله وياخدهم في الاعتبار ويتصرف في اللي جاي بموجبهم، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن اللي جاي ده مش هين، احنا عندنا في ال 12 يوم بس اللي فاضلين حتى على نهايه الشهر عندنا ثلاث ماتشات، عندنا فيوتشر وبيراميدز في الدوري وعندنا الزمالك في نهائي الكاس، عشان يلحق يعني ينقذ ما يمكن انقاذه في زمن يكاد يكون قياسي، مطلوب انه يعمل ايه؟ يعني نشترط حاجات، اولا نمره واحد زي ما انا بقول معسكر الشهرين دول ادي واحده معسكر مفتوح اللعيبه بتيجي الصبح. الحاجة الثانية وليد سليمان والجماعة الكبار لازم يبقى ليهم دور زي أبو تريكة ووائل والمجموعة وعصام الحضري ومحمد بركات والمجموعة ديت. كان المدير الفني جوزيه على الرغم من ثقافته اللي كان يعرفها عن اللاعب المصري الولاد دول برضو يبقى ليهم دور في لم اللعيبة ويبقى على طول موجودين مع بعض. الحاجة الثالثة يبقى عارف ثقافة اللاعب المصري ومجرد أنت ما بتديله مرة واثنين وثلاثة وما قدلكش لابد تبقى انت مجهز البديل. لابد تبقى مجهز البديل. وبرضه اعتقد ومتاكد ان لجنه التخطيط مع كابتن الخطيب مع شركه الكوره بتجهز لصفقات. وبقول للاعبتنا برضه للجهاز الفني من فضلك جهز اللعيبه البدلاء لان عندك انت مجموعه لعيبه. محمد محمود لاعب لا يقل ابدا عن محمد مجدي قفشه لو اخذ مباريات. وفي لعيبه كتير ممتازه جدا المفروض ان انا يبقى ليها دور. الدور ده لازم تاخده. وبعدين برضو بنبشر الجمهور ان احنا عندنا ناس كانت اصابات ابتدت ترجع زي محمد عبد المنعم وزي ياسر والاخره. فطبعا رساله اخيره للعيبه الاهلي قطر ماشي ايوه القطر ماشي اذا انت ما لحقتش وتركب فيه بتنزل وفي البديل الكف حلو ده قوي. البديل الكف هيجي انت هتبقى فين؟ النادي الاهلي جنة الكره الارضيه
في مصر وفي افريقيا، انت هتروح فين؟ تخيل ان دي النعمه دي اللي ربنا اداها لك مش هي موجوده. هي فرصه يعني هقول ملايين بيتمنوا ان هم ينضموا اكيد او ياخدوها، ينضموا الفريق الاول للنادي الاهلي. على كل حال كابتن عادل كل سنه وحضرتك طيب، الفقره خلصت والحلقه والاسبوع، واحنا اجازه طبعا الاسبوع القادم بمناسبه عيد الاضحى كل سنه، واحنا جميعا يا رب ناجحين ومحققين كل اللي احنا عايزينه في حياتنا. كل سنه وانت طيب يا كريم. وانت طيبه يا نهاوند كابتن عادل. طيب يا رب الحد اللي بعد الجاي تقريبا صح، احنا الاسبوع هنعرف اذا كنا الاسبوع كله اجازه ولا لا، بس يعني سو فار اللي انا فاهمه كده، ده اللي انا فاهمه الا لو حصل حاجه يعني. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.